السلام عليكم. إن شاء الله اليوم لقيت شوية وقت، قلت برا خليني نعمل جوست ان فيديو تابع نفس السيري اللي هي متاع المالوير اناليسيز. حكيت في الفيديوهات اللي فاتوا على الوانا كراي. قبل ما نحكي على الوانا كراي زاد حكينا على الديماش كيفاش تبدأ في الدومين متاع المالوير اناليسيز. اليوم بمناسبة الكورونا هذه دونك عندنا شوية وقت باش نحكيو على مالوير جديد اللي هو التريك بوت. فما شكون فيكم سمع بتريك بوت، فما شكون ما سمعش بتريك بوت. اليوم ان شاء الله باش نعملوا توت اون اناليز على التريك بوت هذايا. ان شاء الله الفيديو نتاعنا باش يكون مقسوم لدو بارتي. البارتي تيوريك عارف اللي هي تفدد شويه، مي لازم منهم لي نوسيون الواحد يفهمهم، وفما البارتي براتيك بيان سور اللي باش نعملوا فيها الاناليز نتاعنا، وكيفاش باش نسي باش نعملوا الديكريبتاج ونطلعوا الكونيكسيون الكوموند اند كنترول لي زي بي اتسيتيرا اتسيتيرا. تما برشا دي نوسيون مثلا كيما بيرسيستونس، ويب انجكشن، يو ار ال، ما نعرف شنيا، فما الكوموند اند كنترول سي دو، فما برشا دي نوسيون مانيش راني باش نعاود نفسرهم ونحكي عليهم خاطر حكيت عليهم في فيديوهات سابقه. شنو اللي خلاني نعمل الفيديو هذا؟ سيكو الكونتينو تاع المالوير اناليسيس والثريت اناليسيس ان فيت بلوز او موان اللي بالعربي شبه معدوم، معناها فما حكايات قليله على الاخر. اون بلوس لقيت الفيديو هذا بالحق، معناها عاملينه ناس شناوا فيديوهات معناها بالحق طيارة، ناس قاعدة تخدم بالكدا بالكدا. قلت برا علاش ما نعملش حتى انا زاد فيديو جيكسبليك التيك بوت، جيكسبليك اون فيت التيك بوت باللي ديتاي. دونك جست استحملنا في الفيديو هذا التيك بوت شنو هو. اون فيت التيك بوت هو تروجين بانكينغ، هو تروجين بانكينغ يسرق لي درج نتاع لي كوردوني بانكير نتاعك. ثم شكون يزيد عليه يقول لك لا سي با ان تروجين بانكينغ سي ان ستيلر. اون فيت هو الكل، هو تروجين بانكينغ و انفورميشن ستيلر وكل شيء، معناها من اخطر لي من اخطر لي مالوير اللي توجدوا، معناها معقد على الاخر. خاطر كل ما قاعدين نقدمه باش نشوفوا علاش معقد مثلا على الاخر، على خاطر عنده بلوزيور كابابيليتي بلوزيور اوبسيون. مثلا مع التريك بوت هذا تلقى التكنيك نتاع يستعمل التكنيك نتاع اليوريل ريديريكشن، تلقى يستعمل الويب انجكشن وذي باش نحكيو عليها بلي باش يصير الويب انجكشن. تلقاه يعمل مثلا جراب للكريدنشال، يسرق الكريدنشال لازم تاعك، تلقى يسرق لك لي داتا، عنده ستيلر يسرق لي داتا وينجم حتى لا فاسون نتاعو كيفاش يل سوبروباج في الريزو نتاعك. يستعمل اللاترال موفمنت، اللاترال موفمنت اللي ما يعرفهاش مثلا، فما شكون قبل ما نحكي على اللاترال موفمنت يل سوبروباج، نشوفو نحن التريك بوت يل سوبروباج يلوج على تو سكي شير اتسيتيرا، يكوبي روحو ويخدم منه. وفما اللي يستعمل اللاترال موفمنت كيما الميمي كات، كان سمعتوش بالميمي كات سي لو فات كو فما دي سيستيم يستعملو الان تي ال ام. دونك شو يعمل؟ يسرق الان تي ال ام هاش مثلا، يدخل على الماكينه يدخل على البروسيسور اللي اسمه اساس بوينت زي، ويحاول يطلع منه لي كريدنشال الموجودين مثلا ساعات في ماشينه ملي ماشين تلقى كونت عنده بريفيليج في الاكتيف دايركتوري نتاعك، يسرقك لي بريفيليج هذوكم، يسرقك الاش هذاك وبلاش هذاك اللي سي دو بروباجي في وسط الريزو نتاعك. مثلا من الماشينه ا يتعادل الماشينه بي، الماشينه بي يعمل نفس الحكايه، معناها اللي سي يعمل دامبينغ للاساس يلقاش فما دي اش كما تعرفوا، فما دي تكنيك كما باس دو هاش اتسيتيرا. دونك ياخذ الهاش نتاعك الان تي ال ام هذاك، ياخذ الهاش نتاعك ويعمل يحاول بي هو يكوبي روحه ويتعدى دي ماشين اخرين والدي سابنت اخرين في وسط الريزو نتاعك. نسميو اون جينيرال ان تي ال ام ريلي اكسبلوات البروتوكول ان تي ال ام. بون توا فما دي ماشين مازال تستعمل ان تي ال ام، ومش عارف ان اليوم مايكروسوفت عاش قاعده البروتوكول هذا ما فورتوش، ساشونكو فما توا ولا تخدم بالكيربيروس، وحتى الكيربيروس زاد راهو سي فيلنيرابل معناها وطلعوا له 1000 فاي. مش هذا موضوعنا. دونك اول ما ظهر تريك بوت كان في 2016، اول ما ظهر تريك بوت كان في 2016، ومع الوقت قعد يتحول. معناها فما دي مالوير تلقاهم تريك بوت من عام 2016، تقول لي من عام 2016 وجاي تحكي لنا لي في 2020، نقول لك لا راهو شو الناس اللي قاعده تخدم ورا التريك بوت الله اعلم شكون مراد بوت،
بون قريت كلكو ارتيكل، ثم ناس تقول لك راه ثم دي جروب وراه، ثم شكون يقول لك لا ثم كريمو ثم دول وراه، ناس تقول لك الروس هما اللي ديفلوبيو، وناس تقول لك شناوا هما اللي ديفلوبيو، كل واحد يعطي فيرسيون، وناس تقول لك الامريكان عاملينه بالعاني، كل واحد يعطيك فيرسيون. مي العباد اللي قاعده وراه من عام لعام ومن اشهر لاشهر كل مره تزيدوا، معناها التريك بوت نتاع 2016 مش هو نفسه، راه التريك بوت نتاع 2020 مش هو نفسه، باش يكون التريك بوت نتاع 2022، كل مره يزيدوا له فيتشر، كل مره يزيدوا له اوبسيون، كل مره يقوي في التكنيك دي فيزيون نتاعه، كيفاش ينجم يدرب لي لي لينك جين فايرول، كيفاش ينجم يدرب لي لي زي دي ار لي زي بي بي، كيفاش ينجم يدرب لي لي زي بي اس اكسترا. دونك كيفاش يخدم التريك بوت؟ ساعات تلقاه يخدم واحد دونك كان اكزيكتيف قبل يمشي على روحه وحده، ساعات وهذه هي الاكثر اللي قال يا ريتهم هو ما يخدمش وحده. دونك هو اون جينيرال فما نوت مالوير اللي اسمه ليموتيت، ليموتيت هذا وقت اللي تكزيكوتي عندك يجي في فورما نتاع عندك وورد اكتيفيتي الماكرو نتاعك، ليموتيت هذا يهبط يعمل دروب عنده دروبر نتاعو، الدروبر نتاعو هو تريك بوت، تريك بوت يسرق لي كوردوني، يسرق لي كوردوني، يسرق لي كوردوني بونكير، يسرق يدخل على لي نافيغاتور، يسرق لك مثلا لي مود باس اللي متاجرين في النافيغاتور نتاعك، يسرق لك مثلا كان انت تستعمل في ان سي، يسرق لك في ان سي ار دي بي اتسيتيرا. بعد يعدي بعد ما يكمل يسرق هذوما الكل، الكرياتور الكرياتور نتاع المالوير من بعد ما يوصلوه لي زانفورماسيون اللي باش نشوفوهم شنو هي لي زانفورماسيون اللي يوصلوه، يوصلوه اترافير يتعدى لخاطر لي زانفورماسيون اللي ياخذهم يبعثهم للسي ان سي، والسي ان سي يتعدى شي فريم يتعدى شي كيك، وحتى الكونفيغ نتاعو شي فريم معناها. ومن بعد وقت يوصلوا غاديك الكرياتور نتاع المالوير يقرا لي زانفورماسيون ويشوف، ومن بعد يقول لك والله اسكو تستحق. يهبط لك فما الرانسوم وير اسمه ريوك، يهبط لك ريوك رانسوم وير ويفور لك الماشينه كريمه. كما قلت في لا بلوبار دي كات تلقاه ديما يخدم تريو هذا مع بعضه، يخدم ايموتيت تريك بوت ويخدم معاهم ريوك رانسام وير، ساعات تلقى التريك بوت يخدم مع نوتر مالوير اللي هو البوك بوت، فما برشا 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 معناها دي تكنيك يخدم بيهم. ساعات نجم تلقاه زاد وحده تريك بوت كما قلت تستعمله، فما ديز اكسبلوت كي تستعملوه، لا بلوبار نتاع الفيكتور دافيكسيون هما اللي ميل فيشينغ، ولا التكنيك نتاع درايف باي داونلود، معناها اللي ما يعرفش معناها درايف باي داونلود ينجم يرجع الفيديو اللي حكينا عليها التكنيك هذه. خليني نقول جوست جو ريزوم باش العادة ما نتعداش في العادة الخايبة نتاعي اللي نبقى نحكي 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 بعد تضرب نلقى الفيديو ولا 3 أو 4 سوايع ويولي العباد يشدوا ما عادش ينجموا يتبعوا. دونك اون جينيرال تريك بوت او شي يعمل تريك بوت، اول حاجة بعد نضرب بالتريك بوت دونك يعمل ديبوزيت للانكودد كونفيجوريشن نتاعو ولي موديول نتاعو، واكثرية لي موديول نتاعو يطيشهم في الابداتا رومينج، من بعد يسميهم سا ديبون كل مرة باسم، وهذا يزيد باش نشوفه في الاناليز ديناميك باش نعملوها كالعادة. واللي ما يعرفش معناها اناليز ديناميك ينجم يرجع للفيديوهات اللي فاتوا يعرف معناها اناليز ديناميك وش معناها اناليز ستاتيك. دونك اي مالوير عنده تكنيك دو بيرسيستانس بلاو اترافير لي تاش بلانيفي لهنا باش نشوفوها زاده. عندك الكوميونيكاسيون اون يوتيليزون البروتوكول تي ال اس مع سي دو سي نتاعو، فما زاده لي تونتاتيف دابديت خاطر ديما الكونفيج اللي باش اللي تهبط على الماكينه عندك كل مره كيما قلت كل ما يزيدوا تكنيك يزيدوا حاجه، دونك هما الكرياتور نتاع المالوير من السي ان سي نتاعو دونك يعمل لك ابديت للكونفيج نتاع المالوير نتاعو، يعمل كسوة تونتاتيف دابديت و بيان يعمل ريكونفيغوراسيون للي موديول، و بيان سور كيما قلنا ليترال موفمنت اون اوتيليزون لي شير موديول، واكثر ليترال موفمنت سو با سور البروتوكول اس ام بي نتاع مايكروسوفت. هذا اون جينيرال شنو هي ينجم يعمل التريك بوت هذا، مانيش باش نطول عليكم، هذا كان الفيديو الاول حكيت فيه على التريك بوت، ان شاء الله في الفيديو الثاني باش نتعداو ونحكيو اكثر باللي ديتاي لنوصلوا للبارتي براتيك. يعطيكم الصحه.